من التالي بعد ادخال المنتج اسم طالب. الكمبيوتر برضو التالي طالب. اعدادات التوقيت حتكون سليمه في اغلب الكمبيوترات التالي برضو وقت كذا حننتظر 32 دقيقه خلاص الان راح يقلع الكمبيوتر اوتوماتيك الى ما الى ان ينتهي بعدين بيعطيك اي خيارات تواجهكم في هذا على طول التالي التالي والان حيقلع ما تشوفون ان شاء الله اللي هو شغال خلاص على سطح المكتب.